في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، قامت مؤسسة أبو العنين إحدى أعضاء التحالف الوطني بتوزيع 1200 وجبة غذائية جاهزة على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة الجيزة. ويأتي هذا النشاط ضمن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية للتخفيف من معاناة الأسر الأكثر احتياجاً من الظروف المعيشية الصعبة. وقد تم توزيع الوجبات الغذائية في مختلف مناطق الجيزة، وذلك حرصا من مؤسسة التحالف الوطني على إيصال المساعدات لجميع المستحقين.